معروف على الصعيد الوطني وراه محبوب عند الجماهير ديال فريق الجيش الملكي. واش نقول لك اليوم مباراة كانت مباراة اللي كنا خصنا ننتصروا فيها باش نضمنوا الصدارة. الحمد لله اللعابة فرحونا وانتصرنا وكان نظام في المستوى وكان كل شيء فرحان وكل شيء فرحان وخمسة على لاعبين العديان إن شاء الله. والبطولة إن شاء الله غادي تكون إن شاء الله لصالحنا إن شاء الله. الرحلة ديما تنمشي في التران الحمد لله ما عمري ما لقيت شي صعوبة. تنجي تندخل الملعب بوجه أحمر وكل شيء تنجي تنوقف تيقول لك دخل حتى شي صعوبة ما تلقاوش. المنظمين ديما تيكونوا الصباح هما اللي تيكونوا منظمين التيران كل شيء تيكون واقف كل شيء تيكون جاهز والتنظيم هائل. ما عندنا اللي عنده البادج يدخل اللي ما عندوش البي ما يدخل شغاب الاول والحمد لله. الجمهور راهو مشى فرحان وكل شيء مشى فرحان العاصمه. اللاعب ديالي اللي غادي التعلق ديالي هو حريمات ان شاء الله غادي يكون التعلق ديالو ان شاء الله المنتخب الوطني ان شاء الله. خاص السي الركلاكي ولا القجع يشوفوا في هذا اللاعب هذا هو اللي يستحق المنتخب الوطني. حريمات راه عزيز علينا وعزيز على الجماهير الغفيره. الا كنتي حريمات الله يدير الركلاكي عليه راه حريمات تستحق المنتخب الوطني. المدرب النبي غادي بالسكوت ديالو غادي بالتعليمات ديالو والحمد لله والاخلاق واللعابه اللي دي في لا ديسيبلين اللعابه ديال لي فور لا ديسيبلين ماشي ما نقول لك شي حاجه. والحمد لله راه شتي اليوم الاداء كان في خمسة الحمد لله راه شتي كل شيء. وان شاء الله الماتش ديال تواركه ان شاء الله حتى هو غادي يربحوا ان شاء الله وغادي نضمنوا البطوله ان شاء الله بحول الله غادي نفرحوا الجماهير الغفيره كلها. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.